ناس بتقعد مع مستر فيريرا دلوقتي لان انت مش فيريرا, مش هو خالص, واحد تاني. الانت انت غير طبيعي. واتحدى اسماعيل يوسف اهو كابتن جمال, كابتن جمال ده بتاع كوره في مجلس الاداره, انه شاف فيريرا وقعد معاه منعين تاني منعين ولا لا انا بس بسلم عليه ونصور كده وامشي. ان شاء الله اكيد كل كواليس الجلسه قناه الزمالك سجلتها بالكامل حتى بالتصويت كله كله, وان شاء الله بعد الماتش هنقول قرارنا وهنطلع التصويت اللي تم. قلنا 9-1 بس 9-1 ده كله مسجل. وقلت لو حد طلع الكواليس دي من قناه الزمالك هيبقى بره القناه, بره القناه. هنقف ورا فرقتنا, لعبتنا رجاله, لعبتنا حصلوا من الانهيار في الدقيقه 60 بفعل فاعل. عواد ما صدش في ال 60 دقيقه الاولانيين زي الولد المؤدب اسمه احمد اسمه ايه؟ احمد الشناوي ما صد. كلنا فاكرين كوره دونجا. فجاه احنا اللي عملنا الانهيار بايدنا. لكن دي مباراة واحدة. جماهير الزمالك خليكم واقفين ورا فريقكم. في أخطاء في أخطاء. في لعيبة مش منضبطة في لعيبة مش منضبطة. في لعيبة هتتعاقب عقاب شديد في. لكن اللي أنا بأكده لكم كل اللعيبة اللي جت فريق اللي اختار. السيناري وعمرو السيسي والولد اللي راح فيتشر اسمه ايه؟ خط النص. مهند اشيل. التلاتة كانوا مخليني الطلائع الرابع في الدوري مش كده؟ مصطفى شلبي 13 جول مع انبي. انبي 13 جول. الاهلي اتخانق عشان ياخده. عمر جابر ده يا جماعة مش في المنتخب. لكن مين المنتخب الاساسي؟ سامسونج ده يا جماعه جايب 28 جول في اخر نادي لعب له. بس احنا عملنا في نفسنا كده. ابراهيم انضاي ده اللي اصابه صغيره بقاله شهر سليم, لا يقعد 6 أشهر لغايه ما يلعب. ليه؟ ما انت محتاجه. ده الاساسي, وكان مصطفى شلبي المفروض الاحتياطي بتاعه. حاجات كده معموله بتلخبط.